أيها العالم، هذه رسالة للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان في كتابه سلاح اليقظان لطرد الشيطان، ذكر فيها رسالة لأهل العلم، وذكر أن لهم صفات ينبغي أن يتصف بها ويتحلى بها طالب العلم، أن يكون العالم ملتمسا للخير، متواضعا، خائفا، وجلا، مشفقا من خشية الله، زاهدا في الدنيا، قانعا باليسير، بعيدا عن الحسد والعجب والغيبة والنميمة والمداهنة، ناصحا لعباد الله، شفيقا عليهم، رحيما بهم، آمرا بالمعروف، فاعلا له، ناهيا عن المنكر. ثم ذكر هذه الأبيات: أيها العالم، إياك الزلل، واحذر الهفوة والخطب الجلل. هفوة العالم مستعظمة، إذ بها أصبح في الخلق مثل. وعلى زلته عمدتهم، فبها يحتج من أخطأ وزل. لا تقل يستر علمي زلتي، بل بها يحصل في العلم الخلل. ليس من يتبعه العالم في كل ما دق من الأمر وجل، مثل من يدفع عنه جهله، إن أتى بزلة قيل جهل. انظر الأنجم مهما سقطت، من رآها وهي تهوي لم يبل. فإذا الشمس بدت كاسفة، وجل الخلق لها كل الوجل. وتراءت نحوها أبصارهم في انزعاج واضطراب ووجل. وسرى النقص لهم من نقصها، فغدت مظلمة منها السبل. وكذا العالم في زلته، يفتن العالم طرا ويضل. وكذا العالم في زلته، يفتن العالم طرا ويضل.